السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخلية الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم. الفيديو ده خاص بتمرين الهيكل العضلي، تمرين الهيكل العضلي، وده يعتبر الجزء الثاني من فيديو خس 30 كيلو مع حفاظك على صحتك. طبعا علشان اخس ال 30 كيلو في شهر لازم يوميا ازود معدلات الحرق بالتمرين وتمرين العضلات. في ناس هتقول لي لا انا ما عنديش عضلات. لا، مفيش حد على وجه الارض ما عندوش عضلات. الابتسامه عضلات، العبوس عضلات، وانت ماسك التليفون اللي بيرفع دراعك كده عضلات، وانت بتشاور لحد عضلات، وانت بتمشي عضلات، وانت بتقعد عضلات. لولا العضلات اعضاءك مش هتتحرك. العضلة هي اللي بتشد الدراع، بترجعه تاني، بترفع الدراع، بتنزل الدراع، بتمشيك، بتوطي، بتقوم. طبعا لازم يكون في مصل تون، مصل تون اللي هو الشد بتاع العضلة. الشد بتاع العضلة ده هو اللي بيساعدك على التخسيس، وهو اللي بيزود معدلات الحرق، وخصوصا التدريبات الصباحية لمدة ساعة مستمرة. الفيديو ده أيضا هينتفع به الناس اللي عندها ضعف في عضلات جسمهم وعايزين يقووا عضلات جسمهم. طبعا انا هدي فكره عامه للمبتدئين، لان الفيديو ده مش للمحترفين. لان مثلا لو قلت لحضرتك عضله الباي ممكن تتمرن عدل و11 ومقلوب وواير وعلى العقله باي باساليب عديده جدا جدا، ده للشخص المحترف. لكن انا هدي للشخص البسيط اللي ممكن في بيته او في مكتبه او في نص ساعة الصبح او في ساعة الا ربع يعمل شوية تمارين جسمه يستفيد منها. طيب احنا هنعمل لكل عضلة تمرين عام، تمرين عام، وبعد ما نقدم مع بعض ممكن بقى نشوف التمرينات اللي فيها تشكيلات. تمام، هنعمل لكل عضلة اربع تدوار، اربعة دور، كل دور من 8 لـ10 تكرارات، كل دور من 8 لـ10 تكرارات. طيب هنحتاج ايه؟ كرة طبية، اهي كرة طبية. تمام، هنحتاج ايه تاني؟ عصاية، اي عصاية، نبوت، عود حديد، هي عصاية اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اي عصاية حطها كده على ظهري واستفيد بيها. تمام، ايه تاني؟ دمبلين، دمبلين. تمام، اي دمبلين، اي اوزان، 4 كيلو، 5 كيلو، بالنسبة للسيدات او للبنات 2 كيلو. في بيبقى دنابل كده بتبقى بلاستيك ومظبوط جواها اسمنت بوزن كيلو او 2 كيلو، تتباع في المحلات الرياضية. الوزن اللي تستطيع ان انت تعمل بيه 10 عدات وانت مستريح بدون صعوبة. تمام، قبل ما ابتدي اي تمرين احنا اتفقنا ان يوميا هعمل تمرينات، ممكن يوم واحد من الاسبوع اريحه، بس اعمل حتى في اليوم ده، ممكن اعمل في اليوم ده شوية حركة، ما اعملش اثقال. ما عندكش اثقال ممكن تجيب جيركن مية، جيركن وتملاه مية، او جيركن وتحط فيه رمل هيبقى وزن، وتجيب جيركنين قد بعض تتمرن بيهم كانهم دامبلز، 2 دامبلز. تمام، كل ده افيلبل وكل ده متاح. قبل التمرين لازم اعمل احماء عام، كل مفاصل تتحرك اتحرك، زي مثلا ان انا ماشي في المكان او جري في المكان مع الصيحه صح 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 صح. تلت ساعه، ربع ساعة، جسمي كله هيبقى عرق، وكل الدورة الدموية اتجهت لكل العضلات، علشان لو اتمرنت مباشرة بدون الإحماء
ممكن يحصل لي إصابة، ممكن ليفة عضلية تتقطع أو يحصل لي مزق. هنبتدي عايز أتمرن. أولا التمرين المفروض يبقى من أسفل لأعلى مع الدورة الدموية والدورة الليمفاوية، تمام؟ فلو قلنا السمانات تحت هشب على السمانات أهو، هشب أربع أدوار كل دور 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 4 أدوار على كده، كده مرنت السمان. طيب عايز أمرن الرجلين أهو، هجيب العصاية 10 عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 عدات، 10 عدات، 4 أدوار زي ما اتفقنا. احنا خدنا السمانة الرجلين، نبتدي نطلع على فوق. عايز الظهر، هجيب فرد الدمبل اهي وميل واخد 10 عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده الذراع اليمين، الشمال زيه برضه اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرنت الظهر. طبعا تمارين الظهر عديدة، لو انت عندك عقلة في البيت ممكن تعمل عليها تشكيلات عديدة. كده خدت الظهر يمين وشمال. طيب عايز اطلع على الباي، اهي الباي، والباي تمرينها بولينج زي الظهر، الظهر بولينج، عضلة بولينج يعني شد، تستخدم للشد. الباي اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى انا كده مرنت الباي. عايز امرن التراي، التراي بوشينج، بوشينج ماسل، بوشينج ماسل، هطلعها فوق كده اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وكذلك الشمال 4 ادوار، خدنا باي خدنا تراي. عايز امرن منطقة الفور ارم او الريست اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلاص مرنت الفور ارم ومرنت الباي، عايز اتمرن كتاف اهو، 2 دمبل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرنت الكتاف، انا اتمرنت كده امامي، ركزت على الامام، ممكن افتح كده اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده خدت تشكيلتين للكتاف. طالما اتمرنت كتاف ممكن اتمرن ترابيزيوس ماسل. ترابيزيوس ماسل تتمرن ازاي؟ اهو همسك الدمبل بالاسلوب ده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده اتمرنت ترابيزيوس ماسل. تمرين البنش ضغط على الارض، تمرين عضلة البنش ضغط على الارض، وتمرين البطن برضو هفرد نفسي على الارض، حد يثبت رجلي واقوم واقعد، اقوم
واقعد برضو اربع ادوار، كل دور 10 عدات. ده كان شكل عام، وان شاء الله ممكن ابقى اصور لكم بعد كده داخل جيمات او نوادي تدريبات مفصله. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجت اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.